ضيفتنا الليلة أنيقة وجميلة وتدخل القلب بسرعة البرق. هالوصف ما ينطبق إلا على ضيفة بقيمة وأخلاق غدير السلطان، اللي قدرت ومن خلال فترة ما هي طويلة إنها تكون أيقونة الجمال وأحد أمهر صناع الجمال في الكويت والخليج العربي، ولها بعد مكانة بين نجمات هالمجال على مستوى الوطن العربي. بنت السلطان ما هي بنية عادية، لها قدرات ومهارات خاصة بفن التجميل، ولها حضور طاغي بالميديا قدرت من خلاله أنها تسوي من حساباتها وجهة لأي بنت تبي تكون جميلة. بنت السلطان اليوم هي الاختيار الأول لنجمات الساحة الفنية الكويتية والخليجية. غدير ما وقفت عند هالحد، هالبنية قاعدة تشتغل بصمت لين توصل للعالمية اللي ما هي بعيدة عنها، خصوصا وإن الكل اتفق أنها الأولى في صناعة الجمال. على المستوى الشخصي بنت السلطان محبوبة عند الكل في الميديا واللي بقلبها على لسانها، متواضعة بكلامها وصادقة بعد، قريبة من فانزاتها، وهالشي كان له دور كبير بتجاوزها حاجز المليونين متابع في الانستغرام. اليوم راح ندردش معاها عن وايد أمور تخص عملها وحياتها. غدير السلطان، حياك الله في عسيف.